استقبل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم سمو الأمير فهد بن عبد الله السعود، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017. ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بسمو الأمير فهد بن عبد الله السعود مشيدا معاليه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، متمنيا لسموه طيب الإقامة في مملكة البحرين لحضور فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 والذي يقام بنسخته الأولى على أرض المملكة، حيث يعد فرصة قيمة للاطلاع على آخر المستجدات وأحدث التطورات التكنولوجية والأنظمة الدفاعية، وملتقى تتجدد فيه المعلومات والمعارف بشأن الأسلحة والمنظومات الدفاعية.